كرسي متحرك يصعد السلالم بسهولة فائقة. أعلنت شركة تويوتا عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة ديكا المتخصصة في أبحاث وتطوير الكراسي المتحركة تقضي بإطلاق جيل جديد من الكرسي المتحرك آيبود. وعلى وفق موقع ماشابل فقد تم تجريب الجيل الجديد من الكرسي بنجاح في العام 2009 لأن سعره المرتفع 25,000 دولار آنذاك حال دون ظهوره في الأسواق. وبعودة الشركة لإنتاج جيل ثان من الكرسي فإنه من المتوقع يكون السعر أقل بكثير من سعره سابقا، وهو الأمر الذي لم تفصح الشركة عنه ولا عن موعد الإطلاق. ويتكون الكرسي من مجموعتين من العجلات يمكن تغيير موقعهما بحيث يسمح لصاحبه بالسير وقوفا ونزولا وصعود السلالم فضلا على السير في الطرقات ذات الطبيعة المتباينة في وعورتها. صورة هذا الكرسي الذي يمكن أن يصعد أي سلالم تعترض الشخص الذي يجلس عليه. ولا تزال التكلفة عالية. موقع سومر أونلاين.